وفي تصريح لوسائل إعلامية أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك صباح اليوم. وشدد البرهان على أن لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر قوات الدعم السريع، كما أوضح في تصريحات لوسائل إعلامية أن قوات الدعم سعت للسيطرة السريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجرا وتنفيذ اغتيالات، وأكد أنه لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع الدعم السريع في السلطة وفق تعبيره. إلى ذلك لفت إلى أن الجيش يدير العمليات ضد قوات الدعم السريع بصبر لمنع وقوع أي خسائر بشرية، وشدد على أن الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر قوات الدعم السريع. هذا وتوالت ردود الأفعال على الاشتباكات الحاصلة في السودان، حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها في حالة التصعيد بين الجيش والدعم السريع داعية إلى ضبط النفس. من جانبها عبرت مصر عن قلقها من تطورات الوضع في السودان إثر الاشتباكات، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا دعت فيه كافة الأطراف السودانية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء للمصالح العليا للوطن. وأعربت جامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة في الخرطوم ومناطق أخرى، ودعا الأمين العام للجامعة العربية لوقف فوري لإطلاق النار. كما دعت السفارة الأمريكية في السودان إلى وقف القتال وتأمين حماية المدنيين، وعبر السفير الأمريكي في الخرطوم عن أمله بأن يوقف القادة العسكريون القتال بين كافة الأطراف. بدورها دعت المملكة المتحدة رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم إنها تراقب عن كثب الموقف في العاصمة والمناطق الأخرى التي تدور فيها الاشتباكات. ودعت السفارة الروسية إلى وقف القتال الذي ينذر بانزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية، وقال السفير الروسي في الخرطوم إنه لابد من وقف القتال وبدء مفاوضات بين الطرفين.